تستقبل مزارع المنطقة الشرقية بدء نضوج ثمار السدر أو الكنار، ويطلق عليها محلياً فاكهة النبق، ويبدأ موسم حصاد محصولها مع بداية يناير ويكتمل نهاية مارس. ولا تكتسب ثمارها قيمتها من مذاقها اللذيذ وفوائدها الغذائية والصحية فحسب، بل من بعدها التراثي، إذ يتوارث أبناء الإمارات تقاليد العناية بالسدر ورعايته ومحبة ثماره، ويحتفظون بمكانته في النفوس. وتفرض ثمار السدر حضورها حتى في الأمثال الشعبية، إذ يقول الناس فيه: إذا طلع الكنار تساوى الليل بالنهار. لثمار شجرة السدر أنواع منها الكنار وغيرها على حسب موطنها الأصلي، فبعضها ذات أشجار كثيفة ومتساقطة، وأوراقها منتشرة ذات جذع متفرع لأفرع متعرجة، لونها بني فاتح، وأزهارها تنتج عسل السدر المشهور، وثمارها حلوة الطعم، وهي من أشجار الظل التي تتحمل حرارة الجو وتكون دائمة الخضرة، ويمثل نضج ثمارها علامة على دخول فصل الشتاء. تحمل ثمار السدر فوائد عديدة لجسم الإنسان، فتمنحه القوة والنشاط والحيوية، ويفضل قطفها عندما تنضج، ويكون لونها الخارجي مخضراً ومن الداخل بيضاء، ويقطف منها عادة كميات كبيرة لكثرة الطلب على هذه الفاكهة اللذيذة، والتي يأكلها الناس في فصل الشتاء بدولة الإمارات. إذن مشاهدينا، عودة لكم مجددا ما بعد هذا التقرير، وننتقل معكم إلى موضوع آخر، حيث شهد حقل أمن المعلومات تقدما مذهلا في السنوات الأخيرة، ويعود الفضل في ذلك إلى التطور الملحوظ في باقي مجالات العلوم والتكنولوجيا، إذ ساهم ظهور علم البيانات الضخمة في تزويد الأنظمة المعلوماتية بكفاءات عالية لم يكن بالإمكان الوصول إليها في الماضي. كما أن أيضا ابتكار أنواع حديثة من صناعة المحتوى وظهور الإنترنت ربط مختلف الأجهزة في شبكة واحدة قادرة على مراقبة جميع الظروف البيئية المحيطة والاستجابة بناء على المعلومات التي جمعها. كل هذه الأمور هي بالتأكيد آتية إلى بناء جيل أكثر وعياً في كافة المجالات في هذه الحياة، واليوم سنتحدث عن صناعة المحتوى في أمن المعلومات مع صانع المحتوى محمد خالد الشامسي. يا مرحبا بك وصبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور أخوي، حياك الله. مرحبا. إذا نتحدث عن صناعة المحتوى في أمن المعلومات بداية، كيف أصبحت صانع محتوى ومتى بدأت؟ طبعا في البداية أحب أشكركم على الاستضافة في قناتكم. بديت صناعة المحتوى التقني الأمني تقريبا قبل سنة، بحكم ندرة المحتوى الأمني في منصات التواصل الاجتماعي قررت أن أبادر، بحكم أنه مجالي، يعني قررتني أبادر وأصنع محتوى لنشر الثقافة وتوعية توعية الناس في هذا المجال لكل فئات المجتمع، بحكم أن نحن نستخدم الأجهزة هذه بشكل يومي، فلازم تكون عندنا ثقافة ونعرف كيف نحمي بياناتنا. ممتاز. طيب إذا تخصصت في صناعة المحتوى فيما يخص أمن المعلومات، ولكن عن أي أمن نتحدث في هذا المحتوى؟ أمن المعلومات يعرف دائما بعلم حماية البيانات بكل أنواعها، سواء كانت رقمية أو مطبوعة ورقيا أو في عالمنا الحقيقي. فيوم نقول أمن المعلومات نحن نتكلم عن حماية الفيديوهات والصور وحتى المحادثات وحتى الأوراق والمستندات. فأمن المعلومات هو علم حماية كل معلومة لها قيمة في حياتنا. ممتاز. إذا عندما نتحدث عن المعلومات وعن أمن المعلومات، يتدارك في أذهاننا سريعا موضوع الخصوصية أو المعلومات الخاصة. كيف صحيح. تشوف بأن هذا العالم قد يستحق هذا الخوف اللي كثير من الناس يخافون من فقدان هذه المعلومات الشخصية؟ إلى أي مدى هذا العالم يفتقد الخصوصية ويتطلب منا هذا الوعي في أمن معلوماتنا؟ حاليا أخوي نحن دائما يعني نستخدم منصات التواصل الاجتماعي بشكل يومي، فالمنصات هذه مجانية لأنها يعني المقابل هو بياناتنا نحن. مقابل استخدام منصات الاجتماعي بشكل مجاني هي بياناتنا. البيانات
نحن حاليا يعني مثل ما أقول لك نحن نعتبر في عصر البيانات. صحيح. فقيمة البيانات حتى لو نحن ما نشوف لها أهمية كبيرة، لكن قيمة بياناتنا حاليا هي أكثر من النفط وأكثر من الذهب وأعلى قيمة حتى من الألماس. يا سلام. فبالتالي الشركات جالسة تتنافس حاليا شو بالبيانات هذه، ومنو اللي يقدر يجمع بيانات أكثر بحكم أن استخداماتها والإحصائيات والإعلانات والأشياء اللي ممكن أن يتم استخدامها من بياناتنا نحن كبيرة جدا. يعني أقل شيء لو نحن الحين نوقف استخدام كل منصات التواصل الاجتماعي كلنا يعني على مستوى العالم، الشركات هذه والبيانات راح توقف، بالتالي البرامج هذه ما راح يكون لها قيمة بشكل نهائي خلاص. صحيح. طيب إذا هذا العالم يدعو للخوف على ما أعتقد أو للحذر نوعا ما. صحيح. الواحد يعني لازم يقدر يتحكم في مدى البيانات اللي يشاركها مع المنصات أو مع حتى الأشخاص. ممتاز. يعني حتى إذا نتكلم مثلا على خرائط جوجل، أنا أقدر أتحكم بأنه يعني مثلا ما شاركها مكان منزلي مثلا، أو ما شاركها مكان العمل، أو ما شاركها أن مثلا طلع لي تقارير شهرية أنه مثلا في الأماكن، لأن خرائط جوجل ممكن طلع لك كل الأماكن اللي زرتها خلال شهر. صح. راح تعرف وتتبع حتى لو ما كان شغال. لكن أنت من الإعدادات إذا عندك ثقافة أمنية ممكن أنك تحدد هذه الأشياء، تقول يعني مثلا أنا بس أبا الماب. ممتاز. بس أبا الخريطة، ما بقى أشياء ثانية. صحيح. وتقدر تنزل الخريطة بشكل أوفلاين يعني داخلي في التليفون، وبالتالي ما تستخدم أي شيء ثاني خلاص. صحيح. فالدور علينا نحن أن نحدد شو البيانات اللي نحن نشاركها. صحيح. والله يا محمد إذا جيت على الموقع يعني ما أعتقد بأن عندنا ذاك المانع بأنهم يتتبعون خطواتنا، وين بنروح يعني من العمل إلى أماكن معروفة، ما عندنا مشكلة في هذا الأمر. ولكن صح. الأمر يعني يتعلق في بيانات أخرى، يعني بعض المواقع إذا أردت تحميلها تطلب منك لاستخدام هذا الموقع المهم بالنسبة لك إذن للوصول إلى الصور والوصول إلى البيانات وجهات اتصالك وغيرها من الأمور الكثيرة التي تعتبر شخصية وخصوصية بشكل كبير جدا. فلذلك هل من السهل بأن هذه المواقع تخترق خصوصياتنا وتصل إلى معلوماتنا؟ في هذه الحالة ممكن توصل. الشيء يعتمد على نوعين. أول شيء إذا كان البرنامج مثلاً منقول نزلت برنامج يخص الكاميرا، إذا طلب مثلاً البرنامج صلاحية على جهات الاتصال فمعناته الشيء هذا مش منطقي، وثاني شيء ممكن البرنامج هذا مش آمن، ممكن يكون أصلاً عبارة عن محاولة اختراق أساساً، يعني ما يكون برنامج كاميرا من الأساس لكن واجهة اختراق. فالمعيار هنا أول شيء على ثقافتك أنت كشخص، أنك تفهم أو تكون عندك ثقافة أن هل برنامج كاميرا مفروض اني ما اعطي صلاحيات غير صلاحيات اللي هو يحتاجها بس. اذا اعطيته صلاحيات فوق اللي هو يحتاجها معناته انا عرضت نفسي وعرضت بياناتي للخطر، خطر مجهول يمكن انا حتى ما اعرفه شو. صحيح. يعني ما اعرف انا من اللي خلف هذا البرنامج، ما اعرف من اللي سواه. ممتاز. حتى يعني لو كان موجود على المنصات الرسميه. ممتاز. يعني عند تحميل هذه المواقع وهذه التطبيقات مو بس تعال واضغط السماح 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 لكل شيء تاتيك من اشعارات من هذا الموقع، وإنما يجب أن تقرأ عن ماذا ستأذن. لازم الواحد يتأكد من الصلاحيات. بالضبط. طيب عندما نتحدث عن هذه الخصوصية وهذا الأمن لمعلوماتنا الخاصة في هواتفنا الذكية أو في الأجهزة اللوحية أو في غيرها من الأماكن الإلكترونية، يعني نتحدث أيضا عن كيفية تحقيق هذا الأمن لهذه المعلومات. كيف نصل لهذا الأمن المتكامل لمعلوماتنا وخصوصيتنا؟ دامك أخوي دامك متصل في الإنترنت لازم نعرف نقطة إن ما في شيء اسمه أمان 100%. ليش؟ لأن كل شيء موجود على الإنترنت هو من صنع البشر وما في بشر كامل، فبالتالي لازم تكون في أخطاء في البرمجة، لازم تكون في ثغرات أمنية، لكن نحن دورنا إن نحاول ونسعى إن نحمي بياناتنا لأقصى درجة. ممتاز. بالتالي إذا مسوي حساب في منصة التواصل الاجتماعي لازم أسوي غير الباسورد اللي هو مثلا يكون باسورد صعب إن الواحد يخترقه، لازم أضيف التحقق بخطوتين. بالتالي أنا حتى إذا الباسورد انكشف أنا عندي خطوة أو طبقة حماية إضافية اللي هي رسالة الاسمس. الرسالة هذه أنا لازم أفهم أنه ما أعطيها أي حد لأنه ممكن يدخل على حسابي فيها. فنحن بدورنا نحاول نحمي حساباتنا وبياناتنا بقدر المستطاع، لكن في النهاية ممكن أنا أوكي أحمي حسابي
لكن يمكن المنصة هذه منصة التواصل الاجتماعي يمكن هي تم اختراقها. ممتاز. فبالتالي يعني لازم تكون في حماية من الطرفين، من المنصة نفسها كشركة تقدم لنا خدمة، ومني أنا كمستخدم أني أفهم أني لازم أسوي خطوات معينة عشان أحمي حسابي. الباسورد يكون مثلا صحيح. في كابيتال في سمول في أرقام وفي رموز ويكون صعب وكذا، ما أحط مثلا 1 2 3، مع أن للأسف هذه يعني موضوع أنه الباسورد يكون 1 2 3 6 هذه إلى اليوم هي أقوى أكثر كلمة مستخدمة ككلمة مرور. والله فعلا في 2022 أنا أصعب كلمة سر وضعتها يمكن محمد اسمي ورقم تليفوني، ما أدري هل هذا الشيء ناجح؟ هذه مصيبة. مصيبة. الحين لازم تغيره، الحين لازم تغيره. لازم. ضروري. طيب محمد يعني نتحدث عن أمور مهمة جدا، يعني أيضا نتحدث عن أمن المعلومات، فنحن لما نتطرق على إلى هذا العنوان فنحن أيضا نتوجه إلى فئة معينة من المجتمع، وأنت ما شاء الله علينا شاهدت بعض المحتوى الذي تنشره أنت تتوجه إلى كثير من فئات المجتمع، ولكن بوجهة نظرك من هي الفئة الأكثر تعرض لاختراق أمنها ومعلوماتها الخاصة؟ أنا دائما أحب أوجه البيانات أو المعلومات اللي أنت شفتها في الحساب إلى فئتين. أول شيء كبار السن اللي يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، بحكم أنه يمكن بحس النية هم يضغطون على رابط معين يوصلهم وعبالهم منه، يعني بحس النية يعني يضغطون على الرابط يدخلون بياناتهم بالتالي تخترق حساباتهم وهم ما يدرون. فهذه فئة جدا مهمة. وثاني شيء الفئة الثانية اللي هي الشباب وصغار السن اللي هم تحت 18 أو في فئة الشباب هذه، لأنهم يعني أكثر فئة حاليا عندهم أجهزة وياسين يستخدمون الأجهزة. صحيح. فضروري جدا تكون عندهم ثقافة أمنية في هذا المجال، لأن ما تعرف منو اللي يكلمهم في البداية على الخاص، ما تعرف منو اللي ممكن يستغل طيبتهم أو عفويتهم ويخترق بياناتهم، ممكن يعني يخترق بياناتهم يوصل لبيانات أهلهم وغيرهم وغيرهم. صحيح. ف يعني الفئات هذه مستهدفة جدا، خاصة يعني يوم تكون عندنا مناسبات وغيرها في الدولة، المخترقين يعني يحاولون يستغلون المناسبات هذه لاستهداف الفئات هذه. ممتاز. لكن أنا دائما بشكل عام أحب أنشر البيانات أو المعلومات هذه والثقافة لكل فئات المجتمع، لأن نحن كلنا نستخدم تلك. ممتاز. كلنا عندنا تليفونات وكلنا عندنا حسابات. ممتاز. طيب محمد، في ظل انخراطك في هذا العمل في صناعة محتوى أمن المعلومات، يعني شو هو أو ما هي الطرق الأكثر انتشارا في اختراق خصوصية الغير عبر الهواتف وغيرها من الأجهزة اللوحية؟ حاليا من أكثر الطرق اللي هي الروابط، اللي مش بس روابط، لا تكون يعني في وقت مناسبات أو في وقت مثلا عروض، مثلا في خصم مخالفات يكون أو شيء معين، دائما راح تشوف روابط وهمية مجهولة المصدر تنتشر على الواتساب، تنتشر مجهولة المصدر، لكن يوم تدخل الرابط وتشوف مثلا شعار جهة رسمية موجود، تشوف مثلا في فورم معين تعبي فيه بياناتك. لكن أنا دائما أحاول أنشر الأشياء اللي تبين كيف تفرق بين الرابط الوهمي والرابط الأصلي عشان تعرف وتنتبه يعني على الروابط هذه، من أنت إذا دخلت بياناتك ما تعرف البيانات صارت عند منو، هي ما صارت عند الجهة الرسمية ولا راح تحصل الخصم هذا. بالفعل. طيب. فطبعا نعم. طيب محمد، هل تعرضت للاختراق مسبقا في فترة ماضية ومنها تعلمت وأصبحت شخص مصر على أنك أنت تنشر محتوى أمني في أمن المعلومات، كيف تحمي نفسك وتحمي معلوماتك؟ هل تعرضت للاختراق سابقا؟ أنا الصراحة وصلتني العديد من المحاولات، لكن الحمد لله يعني ما صارت. كانت بصير في مرة من المرات، لكن وصلني على البريد الإلكتروني، كنت أنا عندي شحنة أترياها من موقع أمريكي، وفي نفس الوقت وصلتني رسالة وهمية أن طلبك موجود وأدخل الرابط وأدفع الرسوم التوصيل. فصادف أن يعني أنا فعلا أتريا شحنة، لكن الرابط هذا وهمي، والحمد لله أني أنا اتبهت أن هذا الرابط وهمي وما دخلت عليه يعني. الله ملك. لكن يعني دائما أنوه أن أحيانا يصادف الرابط أو صادف الهجمة الإلكترونية هذه أوقات أنت فعلا يعني محتاج أنها وتتريا الشيء هذا. ممتاز. مثل المناسبات والأشياء هاي مثل ما قلت قبل. ممتاز. الواحد ينتبه يعني. طيب محمد، قبل لا أختم معك يعني الحديث الممتع معك، أريد أن أعرف الرسالة التي تسعى جاهدا لإيصالها لكل من يتابع محتواك في أمن المعلومات، وأيضا إلى أين تريد أن تصل في هذا المحتوى؟
رسالتي الله يطول بعمرك هي نشر الثقافة الأمنية لكل فئات المجتمع. دائما أحب أن مجتمعنا الإمارات تكون عنده ثقافة أمنية، بحكم أن نحن المجتمع يسعى للتحول الرقمي الكامل في كل الخدمات الإلكترونية والتعاملات والاستخدام اليومي، فلازم تكون عندنا ثقافة تحمينا من المخاطر اللي تيجي مع هذا التحول الرقمي. ممتاز. وإن شاء الله يعني نحن نسعى في هذا الحساب إلا أن نكون يعني منصة دائمة لكل من يبحث عن معلومة في هذا المجال. جميل. إذن صانع المحتوى الأمني محمد خالد الشامسي، شكرا لقبولك دعوتنا عبر الاتصال المرئي في صباح الشرقية، شكرا لك، وإن شاء الله نلتقي بك في مشكورين. لقاءات أخرى بإذن الله في الاستديو. شكرا لك. إن شاء الله مشكورين على هالاستضافة، ويعطيكم العافية. ما قصرت. إذن مشاهدي الكرام، بالتأكيد عندما نتحدث عن أمن المعلومات فنحن نتحدث عن من الأمور المهمة والخصوصية، فالتي لابد أن نوعي أنفسنا ونوعي الأشخاص المحيطين فينا لكي نحمي أنفسنا ونحمي الآخرين من هذه الاختراقات التي تحول دون استقرار هذا الشخص أو هذه المجموعة من الأشخاص. إذن مشاهدينا، لكل منزل عدة مراحل في البناء، وقد تتعدد هذه المراحل التي يقوم بها مهندس البناء، واليوم راح نشوف معاكم أيضا مع المهندس حسن الجسمي على مراحل الأساسية لبناء المنزل في الفقرة الآتية، فلنتابعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا حاليا قاعدين في نأسس في مشروع يتكون من فيلا سكنية جراند فلور طابق أرضي مع طابقين. المرحلة هذه احنا حاليا في مرحلة تأسيس، للمرحلة اللي بتكون تحت منسوب الأرض، تحت اللي مش واضحة للعين مجردة. المرحلة هذه أساسية جدا ومهمة جدا لأي مهندس مشروع أو لأي مالك بيت، لأن المرحلة هاي اللي قاعد نتكلم فيها هي المرحلة مش واضحة في العين المجردة، بمعنى أي شيء بركبه أو أي آيتم راح يركب في المرحلة هذه ما بتكون عليه متابعة، بمعنى لو السقف لا قدر الله صار فيه كراك أنا ممكن أعالج السقف هذا، بس أي شيء تحت منسوب الأرض أنا ما بقدر إني أنا أعالجه. وبعدين من تحت الأرض تطلع لي عوامل ثانية تأثر على القواعد أو الأساسات البيت، بمعنى أني أنا ممكن يكون عندي منسوب المياه بالبيت، الفيلا هاي تكون قريب من الأرض من البحر، فيكون منسوب الماء مرتفع جدا فيها. المرحلة هذه أساسية جدا. في المرحلة هذه أنا أنزل بحسب فحص التربة، لأني سويت فحص للأرض نفسها فشفت كم الأرض اللي تكون صلبة فيه لمنسوب التأسيس مالي، فأنا تقريبا حسب فحص التربة أنا عندي أنزل منسوب متر، المتر هذا حاليا حفرنا فيه وإحنا موجودين فيه. بعدها بدينا تسويه الارض واعمل اسوي لها الضغط وكمبريشن تيست للارض نفسها، كومباكشن تيست عملت لها. بعدها هي مرحله اللي هو طبقه النظافه اللي هي تكون تحت منسوب القاعده اللي انا بتكلم عنها او القواعد هذه اللي انا بسويها. حسب مخطط وحسب فحص التربه الموجود عندي، انزين انا طبقه النظافه او الطبقه الموجوده تحت القاعده تاسيس القاعده سويناها مثل ما قاعدين نشوفوا قدامكم، هاي طبقة التأسيس. حالياً بادي مرحلة أسس القواعد. طبعاً دائماً العامل الأساسي اللي أنا أستخدمه في أي شيء في المرحلة هذه يكون 3 أضعاف، بمعنى أني أنا كقطر حديد أخذ أعلى قطر حديد، لأني أنا المرحلة هاي أنا ما قاعد أشوف شو قاعد يسوي تحت منسوب الأرض لأنه مش واضح لي أنا بالعين المجردة. أي ديزاين أي تصميم مثل ما اتفقنا في البداية يكون 25 سنة مدته، فأنا صممنا البيت هذا على الثيكنس مال الحديد أو سمك سماكة الحديد 25 ملي، وعندنا 18 ملي، وعندنا 16 ملي. بديت المرحلة هذه، سويت الأرض، حطيت القواعد مالي. عشان أحدد مكان القاعدة بالضبط وين موجود أبدأ أسوي نقاط اللي هو الإكس ونقاط الواي. أحط نقاط على الزاوية اليمين وأحط نقاط على الزاوية اليسار. النقاط هذه تحدد لي اللي أنا قاعد أحطيه على اليمين وعلى اليسار، قاعد تحدد لي موقع العمود بالنسبة للمخططات المعتمدة من الدوائر الحكومية والمصممة من قبل الاستشاري المصمم للمشروع هذا نفسه. صممنا حطينا القواعد،
نيل المرحلة اللي بعدها اللي مرحلة سمك القاعدة نفسها، ارتفاع القاعدة نفسها، هذا يحدد لي إياها المخطط، موجود في تفاصيل موجود فيها، ويحدد لي شيء ثاني اللي هو منسوب الحد الفورم أو الفريم مال الحديد. إذن مشاهدي الكرام، وما بعد هذه الفقرة نكون وصلنا معكم للختام، وفي الختام تقبلوا منا هذا السلام وهذه تحية إلى لقاء آخر يجمعنا معكم إن شاء الله غدا بنفس التوقيت. إلى ذاك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته، ومع السلامة.